كل عروسة بتحلم بيوم فرح مميز ومختلف، وبيفتكروا كل الناس اللي بتحبهم. النهاردة هنتكلم عن أفكار رائعة لتزيين حفل زفافك بالخيش. أول حاجة هي ممر الخيش، اللي هيكون إضافة جميلة لفرحك. جاذبية الخيش في نسيجه وخيوط المتشابكة. لو عايزة حاجة فريدة كقطعة مركزية، استخدمي برطمانات ملفوفة بالخيش ومليها بالزهور، هتدي شكل رائع ومبهر للديكور. وكمان ممكن تستخدمي خيوط الخيش اللف للزجاجات والورود، دي طريقة مبتكرة هتدي تأثير مختلف وجميل. ولو فرحك في الخريف، دمج الخيش مع العناصر الريفية هيكون اختيار مميز. الطاولات الخشبية وأدوات المائدة بتتناسب مع ديكور الخيش بشكل جذاب ومنعش. استخدمي الخيش بترتيب أدوات المائدة مع شريط أحمر داكن، اللون هيبرز الجاذبية وهيكمل ديكور الفرح بشكل أنيق. مش محتاجة أدوات معقدة علشان تعملي قطعة مركزية جذابة، الخشب والخيش والزهور الصغيرة هيتناغموا مع بعضهم بالشكل الرائع. استخدمي الخيش في ديكور الطاولة، مش لازم يكون بكميات كبيرة، علشان اللمسات البسيطة هتدي تأثير رائع وتضيف عنصر جذاب للطعام. أتمنى تكون الأفكار عجبتكم. استخدمي الخيش في ديكور فرحك وخلي اليوم ده يوم مختلف ومميز بكل تفاصيله.